وانا كنت في الخارج كملت السيرفيس ديالي تما. انا جيت 2009 انا جبتهم، قالوا لي نديرو ما عجبنيش بالحال. انا اللي خيرت هذه الشهاده، واحد درت الدار ديالي، دارت لي هذيك التحت سوتها مزيان، بديت نجمع الصوالح ديالي ديال المنطقه تاع الريف، نجمع هذه فجبرتني شي خير تبارك الله، وحتى اليومين هذا انا كنجمع هاي. عندي الكسوة ديال النساء قدامي ديال الثلاثينات اربعينات خمسينات، وعندي شي صوالح ديال الريفانيني، بزاف ديال الصوالح عندي هنا، التصويرات ديال الاجداد ديالنا وديال بزاف ديال المسائل اللي ما يقدرش نحصل لك عليا، ولكن عندي التصويرات بحال عبد الكريم. ها هو عبد الكريم واخا عطاوني 5-6 مليون ما نبيعهاش، والله الا ما نبيعهاش. شكون اللي عنده هاد التصويره هاد؟ شكون اللي عنده؟ ما كاين شي واحد اللي عنده هذه التصويره هذا ديال القاضي القضاة ديال عبد الكريم. ميمون واحد الشخصيه مولوعه بالتاريخ، مولوعه بالذاكره، مولوعه باشياء القديمه، كتصيب بعض الاشياء قديمه لم يعد لها وجود، كيعطي لك الاسماء الغير موجوده في القاموس، ولكن عمي ميمون نقدروا نعتبروه واحد من حراس الذاكره الريفيه.